اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج المنصه. تزداد معاناة المعلمين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي يوما بعد يوم من جراء عدم حصولهم على رواتبهم منذ أكثر من 4 سنوات. اضطر بعضهم إلى التغيب عن المدارس الحكومية لانشغالهم في أعمال أخرى تعينهم على مصاعب الحياة، ما أدى إلى تدهور العملية التعليمية في تلك المناطق. أوضاع المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا، إلا أنها تظل دون المستوى الذي يفي بمتطلبات الحياة المعيشية في ظل غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات، وهو ما يتطلب معالجات جادة من الحكومة تسهم في التخفيف من وطأة المعاناة على كاهل المعلمين. عن معاناة المعلمين خلال 5 سنوات من الحرب سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من مدينة تعز. ربما أصبح المعلم هو الحلقة الأضعف من بين كل الموظفين في الدولة. المعلم هو الذي يقوم بكل شيء، وهو الوحيد الذي حتى في سنوات الحرب والحصار هو الذي يحضر إلى مدرسته ويقوم بعمله على أكمل وجه، ومع ذلك لا زال مهضوم، حقوقه ضائعة ومهضومة جدا. مثلا هناك دفعة 2011 إلى الآن 9 سنوات لم تحسب لهم طبيعة العمل ولا علاوات ولا شيء. تصور أن راتب أحد طلابي مثلا الذي درسته في 3 إعدادي يستلم 60,000 ريال وهو مرقم الألوينجي، وأنا أستلم 42,000 ريال. المعلم إلى الآن لم يحصل على حقوقه الوظيفية، قطع راتبه وعلاوته لم يستلمها، ترفيعاته السنوية لم يستلمها، غلاء المعيشة أثر عليه تأثيرا كبير بسبب انهيار العملة وانخفاض قيمة المرتب مقابل قيمة الدولار. ارتفاع غلاء المعيشة، أولاده لا يستطيع أن يدرس أولاده أو أن يعالجهم أو أن يمنعهم مصاريف الدراسة. الإيجارات، أغلب المدرسين هناك أغلب المدرسين مستأجرون منازل إيجار، وهؤلاء لا يستطيعون. وهناك أكثر القضايا في المحاكم هي قضايا مدرسون، أغلب القضاء في المحاكم قضاء مدرسون بسبب الإيجارات. نحن نناشد الحكومة أن تعمل على سرعة تسليم حقوق المعلمين. المعلم يعد الركيزة الأساسية في تقدم وتطور جميع الدول التي أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة عالميا. في بلادنا المعلم هو الموظف الذي أكثر شخص يعاني وتنتهك حقوقه، بدءا من توفير المرتب اللائق الذي يوفر له العيش الكريم، من أجل أن يؤدي واجبه على أكمل وجه، ومن أجل أن يكون يصنع مستقبل لهذا الوطن. كنا نعاني كمعلمين من انخفاض الكادر المالي بالنسبة لنا، وكنا متفائلين خير في الثورة، وبعد ما جاءت الثورة انفجرت الحرب، اشتدت المعاناة على المعلمين بعد الحرب، وخلال هذه ال5 سنوات نعاني أشد المعاناة. يعني عانينا حوالي سنة كاملة من انقطاع الراتب اللي هي 2015-2016، وبعدين عاد الراتب جزئيا ويتقطع، والآن الراتب يتأخر بشكل كبير جدا، يعني وكأنه الشهر عندنا 45 يوم. بالنسبة للمرتب أو مبلغ المرتب، هذا لا يجزي أو لا يكافئ حياة المعلم. حياتي أنا كمعلم ما مش معي، أنا محدود، يعتبر محدود الدخل، ما مش معي دخل غير راتبي كمعلم، وهو لا يكفي لمدة أسبوع يعني حاليا. المعاناة شدت هنا الحرب وزادت كثيرا جدا، زادت الأعباء. في ظل هذه الظروف والحصار طبعا ارتفعت أجور البيوت، والمياه مش موجودة، الكهرباء مش موجودة، كله على حساب المعلم وعلى حساب الموظف. الإنسان الآخر ممكن عاد يشتغل، اللي عنده عمل حر، اللي عنده التجار، أنا أقصد بشكل عام، لكن معظم الناس يعانوا كثيرا، ربما زيادة علينا أصحاب الأعمال اليدوية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. ومعنا بلال محمد عليان وهو معلم من المحويت. مرحبا بك أستاذ بلال. أهلا بك أستاذ بلال، صف لنا كيف هي أوضاع المعلمين في المحويت خلال الخمس سنوات من الحرب الماضية؟ والله أوضاع لا تخفى على أحد. نعم. وأظن أن الحكومات بمختلف مسميات الشرعية أو المبنى السياسي مشتركين في سحب المعلم. والحكومة الشرعية. فالحكومة الشرعية ماذا عملت لنا؟ ماذا عملت لنا الحكومة الشرعية؟ سوى تهميش المعلم وتحطيمه نفسيا ومعنويا و تشتيت العمل النقابي وتفصيل اللحمه التربويه الى قسمين، سواء في المناطق الجنوبيه من الجمهوريه اليمنيه او المحافظات الشماليه، وعملت بتمييز. هذا من جانب. والجميع مشترك ايضا في معاناه المعلمين، سواء من نقابات تعليميه او منظمات مجتمع مدني او منظمات اغاثه، وكذلك من المجتمع الدولي والمحلي. فالجميع مشترك في هذه المعاناة. نعم. أستاذ بلال، لو تحدثني عن تجربتك أنت الشخصية، كم شهر يتأخر الراتب؟ كيف تتدبر أمورك في ظل انقطاع الراتب لمدة طويلة؟ هل يكفي الراتب في ظل الوضع الاقتصادي السيء؟ عن اي راتب تتكلمين يا استاذه؟ الرواتب لها مقطوعه ما يقارب خمس سنوات، يعني ابوس راتب يعني ما يكفي ما يقارب يعني 25,000، يعني ما يصل الى 50 دولار في كل خمسه او سته اشهر، يعني حياه ماساويه بكل معنى، بكل ما تعنيه الكلمه المعنى. ايضا قصص ماساويه عشتها او عايشتها سواء من زملاء يعني او اكارب او سواء كانت في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك معاناه 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 يتعرض لها المعلمون، وبالذات في المناطق في المحافظات الشماليه والشمال الشرقيه من الجمهوريه اليمنيه، والتي انقطعت من التواصل كليا بعد نقل البنك التركيزي. نعم. الى عدم. نعم. فهناك حالات نفسيه، حالات نفسيه كثير من المعلمين اصبحوا فاقدين عقولهم. ايضا نحط وضع المعلم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، فتجده في مجتمع وكانه انسان عاجز امام اهله، امام اولاده، امام اقاربه، بحيث انه ما في اي مقومات الحياه. ايضا المعلم وتكاتف سحق المعلم ايضا من منظمات الاغاثه، فعلى سبيل المثال منظمه اليونيسف وعبر المنحه الماليه من دوله الامارات العربيه والسعوديه، حيث تصل فصل كل معلم 500 دولار، لم نسلم من نهب المنظمه. حيث تم تسليم او نهب ما يقارب ثلث المبلغ للمنظمات. والنصف والثلثين تم تسليمه للمعلم، يعني كان المبلغ 500 دولار تم تسليمه فقط 350 دولار، و150 راحت اليمن ليجيب المبلغ. الجميع مشترك، الجميع مشترك في سحق المعلم. وبالاخص كما ذكرت سابقا الحكومه الشرعيه. يعني عن اي شرعيه اذا كان المعلم، ماذا ينتظر المعلم؟ لماذا قطعوا راتبه؟ هل هم يقاتلوا ضدهم؟ يتحافلوا على السلطه ويتركوا المعلم يشتغل وراتبه ويقطع عياله. وفي اكثر من مره وفي اكثر من مناسبه ايضا عده مسؤولين في الحكومه الشرعيه تعهدوا بدفع رواتب جميع الموظفين في كل مناطق الجمهوريه اليمنيه حتى تلك الخاضعه لسيطره الميليشيا. الاستاذ بلال محمد عليان كنت معي من المحويت، شكرا جزيلا لك وكان الله في العون. مشاهدينا الكرام، اتصال اخر هذه المره من صنعاء، معنا ابو رشاد وهو ايضا معلم. مرحبا بك ابو رشاد، مساء الخير. يا مساء النور.
أهلا أستاذ أبو رشد، كيف هو الوضع في صنعاء؟ ربما هو الأسوأ من حيث الرواتب. متى آخر مرة أنت كمعلم، متى آخر مرة استلمت راتب؟ الرواتب تصرف على أقل تقدير من 4 إلى 5 أشهر، نصف راتب لا يكفي بأي شيء. في خلال الفترة هذه لقد حرم المعلم في ظل الفت من أدنى الحقوق والواجبات، مما نتج عنه سلبا الحالة المعيشية التي لا تملك أدنى مقومات الحياة. ما كانش واضح كثير الكلام. النص الراتب الذي تقوم باستلامه يصرف من قبل من؟ الحكومة الشرعية؟ من قبل حكومة صنعاء. كل 4 أشهر تستلم نصف راتب. أحيانا 4 أشهر، أحيانا إلى 5 أشهر. خلال هذه مدة الانقطاع كيف تتدبرون أوضاعكم المعيشية؟ من أين تأتون بالتزاماتكم اليومية الحياتية؟ والله نتدبرها من الله سبحانه وتعالى. أما العائش المعلم فهو يعيش في أسوأ الحالات. المعلم يعاني من سكرات الفقر وأيضا الترويع اليومي من خلال ملاك البيوت الذين يقتنونها رواد العلم. حتى تصعد الحالة بالمعلم أن قيد إلى القضاء وهو مطأطئ رأسه، ليس لأنه مجرما بل وصل عليه حال المعلم وفلذات أكباده بسبب تراكم الإيجارات وسبب انقطاع الرواتب والحصار والعدوان الذي يطبق على البلاد، الذي من خلاله لم يقدر الإيفاء بأبسط متطلبات الحياة، فصار المعلم مشرد الفكر والبال. نعم أبو رشد، ونحن نعمل بكل جهد وصمود وضمير للوطن والأجيال. نعم أستاذ أبو رشد، رسالة توجهها للجهات المعنية خاصة في الحكومة الشرعية التي أكدت لأكثر من مرة أنها ملتزمة بدفع الرواتب جميع الموظفين حتى تلك المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا. نحن نعمل بكل جهد والجراح يزداد ألما والقلب يزداد حسرة يوما بعد يوم، والعالم يكاهد بل ويتلذذ بهذه المعاناة دون مراعاة لأي إنسان للمعلم. نحن نطالب العالم والأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي بالسعي لإنهاء معاناة المعلم بصرف الرواتب. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ. لا تتركوا الأمم إلا بالعلم. أبو رشاد أستاذ كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه المرة معنا الأستاذ عادل الشجاع وهو أمين عام نقابة المعلمين في الأمانة. مرحبا بك أستاذ عادل، مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ عادل. تحدث الأستاذ أبو رشاد والأستاذ الذي كان في الاتصال قبله وأيضا وضع المعلمين في اليمن لا يخفي على أحد، أنتم في نقابة المعلمين خلال هذه الفترة وفي ظل هذا الوضع الصعب وانقطاع الرواتب أو ربما تأخرها، ما الذي بيدكم؟ ما الذي فعلتموه خلال هذه الفترة؟ أولا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها المتواصل بالقضايا الوطنية عامة وقضية المعلمين خاصة. بالنسبة لنا كنقابة المعلمين، لا يخفى عليكم أن أولا النازحين والمعلمين بشكل عام في الجمهورية اليمنية حقيقة يعانوا الأمرين، يعانوا وطأة النزوح وكذلك الغلاء وكذلك التعسفات التي طالتهم من الحوثيين، كذلك التعسفات من قبل الحكومة. بالنسبة لنا كنقابة المعلمين اجتمعنا مع معظم النقباء والأمناء العموم على مستوى الجمهورية وأرسلنا بوفودنا إلى عدن، والحمد لله حققنا جزء كبير بالتنسيق مع السلطات المحلية للمحافظات التي تحت سيطرة الحوثي وخرجت جزء من الرواتب، لكن فوجئنا حقيقة بتعنت المالية وأيضا غياب دور التربية والتعليم كوزارة، أيضا الخدمة المدنية، يعني هناك تلكؤ، هناك استهداف غير مبرر بتوقيف رواتب المعلمين، أيضا بعدم استقبال المعاملات لبقية النازحين. نحن في أمانة العاصمة على سبيل المثال لدينا نازحين في مارب، لدينا نازحين في الجنوب، لدينا نازحين في عدن، يعني في تعز، في كل مكان.
أيضا لدينا قضية وهي توقيف رواتب جزء كبير من النازحين اللي كان يصرف رواتبهم. نعم. إحنا لصقنا على العموم مع الأخ أمين العاصمة الأستاذ عبد الغني جميل مشكورا على تفاعله مع المعلمين، ولن نحن في صدد المعاملة للدفعة الثانية، وكذلك سنحاول إطلاق رواتب المعلمين التي تم توقيفها. رسالتي أنا للأستاذ عبد الغني جميل أن يعجل بهذه المعاملات. نعم أستاذ عادل، مشكورين على كل هذه الجهود التي تبذلونها، وأعلم أنكم تعملون ببيئة صعبة وبظروف استثنائية، ولكن أريد أن أسألك عن أولئك القابعين تحت سلطة الميليشيا والمتوقفة رواتبهم ربما من 4 سنوات. كررت الحكومة الشرعية على لسان أكثر من مسؤول لأكثر من مرة أنها ملتزمة بدفع رواتب الجميع في كل المناطق، لماذا لا تترجم هذه الوعود وهذه التصريحات على أرض الواقع؟ لماذا لا يتم صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا؟ نحن حقيقة مثلكم مستغرب، يعني رئيس الوزراء الدكتور معين عندما زار محافظة مأرب وجزء كبير من الحكومة صرح بأنه في صدد الآن صرف رواتب جميع المعلمين على مستوى الجمهورية اليمنية، واستبشرنا خيرا. لكن للأسف لا ندري ما هو المبرر لعدم صرف رواتب المعلمين، رغم أن المعلمين في نطاق الحوثيين يخوضوا معركة لا تقل أهمية عن معركة السلاح. صحيح صحيح. فنطالب من خلالكم الدكتور عبد نعم، إذن الأستاذ عادل شجاع أمين عام نقابة المعلمين في الأمانة، شكرا جزيلا لك أستاذ عادل. مشاهدينا الكرام، إذن نذهب الآن لنتابع التصريحات التي أخذها مراسلنا من مدينة مأرب ثم نعود. وكأن المعلم هذا منسي، خلال 5 سنوات لم يلتفت إليه أحد، لم يلتفت عليه أحد، كل ما أراد المعلم أن يبدع أن يطور في مجتمع في كذا، ولكن الأزمة الموجودة الحالة المأساوية التي يعانيها المعلم فلا يستطيع أن يبدع. الشعوب الأخرى التي تقدمت لم تتقدم إلا بسر نهضة التعليم، لم تتقدم إلا العلم بالعلم. على سبيل المثال الدول الغربية، اليابان، غيرها، كلها أهتموا بالمعلم، فلما يهتم بالمعلم عند ذلك سيبني جيلا. تدنى مستوى الدخل لدى المعلم، أصبح المعلم ليس لديه القدرة على أن يعول أسرته وأبنائه ويقوم بواجبه تجاههم في ظل هذه الأوضاع، نظرا لانقطاع المرتب، وكذلك أيضا عدم وجود فرص اقتصادية أو فرص للعمل في أي قطاع آخر. أيضا الجانب الآخر، الجانب الاجتماعي، تدنى يعني مستوى قيمة المعلم الاجتماعية. نجد أنه كثير من الناس، خاصة الذي لديه فرصة عمل، أصبح أحسن حالة من المعلم، والمعلم لا يوجد لديه مهنة سوى التعليم، ولأنه التعليم منهار أو منعدم أو عدم وجود فرص تعليم سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، مما أدلى قلة الدخل عند المعلم، فتدنت قيمته الاجتماعية حتى عند البقال. البقال لا يعطي، يمكن يدين العسكري، يمكن يدين العامل، لكن المعلم لا يعطي. نحن لا نتحدث عن الحقوق الزائدة على ما هو مستحق له، ولكن نحن نتحدث على الحق الرسمي القانوني الذي فرض له كراتب. من كان يتصور في يوم من الأيام أن معلم سيكون بدون راتب لمدة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة؟ من كان يتصور أن معلم يتحول من مربي أجيال إلى عامل بلوك أو في بنشر أو في مزرعة؟ المعاناة التي يتحملها المعلمون اليوم أصبحت معاناة على كاهلهم لا تطاق. كثير من المعلمون ذهبوا وتركوا أسرهم من أجل البحث على لقمة العيش. معاناة المعلمين خلال هذه الفترة، خلال الحرب، أنه عدم وجود الرواتب، ويجب على الجهات الرسمية في الشرعية أن تعتمد لكل محافظة ميزانيتها، وأن تصرف لهم رواتبهم شهريا في المناطق المحررة، بحيث أنهم ينفع الله بهم في مجال التعليم ويخدموا أبناء هذا الوطن الذي هو.
إذن مشاهدينا الكرام نواصل استقبال اتصالات هذه الحلقة، ومعنا الصحفية رجاء ردمان التي تنضم إلينا من صنعاء. مرحبا بك رجاء، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا عزيزتي أمل. أهلا بك رجاء. إذن لن أسألك عن المعاناة، الكل تحدث عنها وأصبحت معلومة لدى الجميع، ولكن رجاء كيف أثر انقطاع الرواتب على المعلمين ووضع المعلمين الذي يعيشوه خلال هذه السنوات على العملية التعليمية وعلى ظروفهم المعيشية كمعلمين وكفئة ربما محدودة الدخل في هذا المجتمع؟ نعم، بالحديث عن المعلم وعن انقطاع مصادر الدخل، هي مشكلة مست المعلم بشكل خاص ومست المجتمع بشكل عام. فالأوضاع التي يعيشها المجتمع والمعلم جراء ذلك هي أوضاع مأساوية وقاسية يعانيها المواطن اليمني للسنة الخامسة على التوالي في ظل استمرار الحرب وانقطاع مصادر الدخل التي من ضمنها الراتب. فالتسول أصبح مهنة، والصراع يدفع الملايين إلى حافة المجاعة. الشارع اليمني اليوم يبدو، وخاصة مثلا إذا تحدثنا عن الشارع في صنعاء، مكتظ بالمتسولين نساء وأطفال ورجال لم يجدوا طريقة يشبعوا بها جوعهم سوى هذه المهنة التسول. فالمعلم هو رب أسرة تتكون من أب وأم وأطفال، ربما يزيد عددهم عن 7 أشخاص عن 8 أشخاص. إذا لم يتوفر لهم مصدر دخل فأين سيذهبون؟ بالطبع إما سيبحثوا عن مهن أخرى في الشارع، مهن قاسية، أو سيتشردوا في الشارع، لا ملجأ لهم غير الشارع. أنت معي؟ نعم أسمعك يكملي. أيوة، والآن يعني وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 30% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. فالوضع كارثي، وإذا تحدثنا مثلا كيف أنه مصادر الدخل أثرت على المجتمع، الطفل مثلا مليوني طفل وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة التابعة للطفولة، مليوني طفل خارج المدرسة، نصف مليون تسربوا بسبب الحرب، 3.7 ملايين بات تعليمهم على المحك. إذا أين مستقبل الأطفال في ظل انقطاع مصادر الدخل وفي ظل هذا التدهور؟ أيضا المدرس لم يسلم من انقطاع مصادر الدخل، من انقطاع الرواتب، فهو يعاني من اضطرابات نفسية. لا أحد يستطيع أن يضع نفسه مكان المعلم. وفقا لمصادر لي من المعلمين مؤخرا، أن منظمة اليونيسيف عملت على توزيع حافز شهري للمعلمين. لا أعلم مقداره، لكن وفقا لمصادر لم تصلهم هذا الحافز الشهري الذي خصصته المنظمة. أيضا مؤخرا كانت الحكومة قد عملت قرار أن يجب على كل الطلاب في المدارس دفع 1000 ريال نهاية الشهر للمعلم، لكن أرباب الأسر قاموا برفض هذه الفكرة، وأظن أنه من حقهم أن يرفضوا ذلك، لأن تداعيات الحرب لم يسلم منها أحد، وهذا كان أيضا مبررهم، أنهم حتى هم لم يسلموا من مبررات الحرب. صحيح، والوضع الاقتصادي السيء لم يعد يسمح، هم بالكاد يتدبرون أمورهم المعيشية. رجاء برأيك أين المشكلة ومن يتحمل المسؤولية؟ قبل أن أتحدث عن المشكلة أريد أن أضيف شيئا ما، هي العملية التعليمية أيضا تدهورت، فعزوف عن التعليم، أصبح يعني الأطفال لا يذهبون للمدارس، أيضا الذهاب للبحث عن أعمال أخرى غير التعليم. صحيح، كل هذه المشاكل الآن تتالت وراء بعضها جراء انعدام مصادر الدخل. فنلاحظ أن أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فخلال الأسابيع الماضية شهد الريال اليمني تراجعا ملحوظا، وبات الدولار الواحد يساوي 650 ريالا بعدما كان قبل قرابة شهر يساوي 600 ريال، ما أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية. إذا اتساع رقعات الفقر، لأن اليمن يقف على حافة المجاعة، وازدياد معدلات البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية،
وانعدام مصادر الدخل ضاعف معاناة اليمنيين، فأصبحوا عاجزين عن توفير أبسط مقومات الحياة. صحيح. نعم. إذا رجعنا المشكلة ومن يتحمل المسؤولية، ولكن باختصار. تتحمل المسؤولية الجهات المعنية والحكومة. نعم. ويجب عليهم اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تمثل ضرورة قصوى لإنقاذ المعلمين والنظام التعليمي في اليمن من الانهيار، والالتزام بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أكد على ضرورة حماية وتعزيز حقوق المعلمين مهنيا وماديا. نعم. إذا الصحفية رجاء ردمان كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من تعز، معنا الأستاذ أحمد حمود، هو معلم. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا بك أستاذ أحمد. حياكم الله، نتشرف باللقاء. رجاء أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لقناة تلقيف الرائدة المبدعة على الاهتمام بقضاء المعلم. شكرا لك أستاذ أحمد. لو تكرمت أخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف. المخرجين وأخص بالذكر الأستاذ سامي السامعي والأستاذ أمل علي على الاهتمام بقضية المعلم. شكرا لك أستاذ أحمد. لطفا أخفض صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف، وحدثني عن وضعكم أنتم في مدينة تعز. ربما هي من المناطق التي إلى حد ما هنالك انتظام بدفع رواتب المعلمين، أليس كذلك؟ طبعا الذي يستلم الرواتب الشرعية أنا في الحوضان تحت سيطرة أنصار الله. فأنا أقول المعلمين في اليمن في وضع سيء للغاية من ناحية نفسية واقتصادية، يعاني من طاقة خانقة وفقر مدقع رسالة بعد انقطاع راتبه. كل مدرس شعر بانقطاع حبل الوريد، فانكتمت أنفاسه لأن المعلم الوحيد الذي ليس له مصدر الدخل غير الراتب، وأيضا ليس له القدرة على مزاولة أي عمل آخر. نعم. إذا أستاذ أحمد، إلى هذا الحد وصل أنه المعلمين في نفس المدينة، المعلمين الخاضعين أو الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية يتم دفع الرواتب، والمناطق الأخرى مثلا كالحبان التي أنت تقطن فيها لا يتم فيها دفع الرواتب؟ نعم نعم عزيز، أنا على محافظة طيب طبعا مدينة الشفال، طيب دمار صنعاء، هذه لا يستلم من الشرعية، يستلموا نص راتب بغلط 4 أشهر 5 أشهر هكذا فقط، نص راتب فقط يأتي بعد معاناة. والمعلم الآن يشعر بإهانة كبيرة جدا، لأنه يعني تم اعتماد رواتب القضاء والصحة وترك المعلم. نعم أستاذ أحمد، حدثني أنت كمعلم، أساس القضاء وأساس الصحة. نعم، كيف تتدبر أمورك؟ كيف، هل أنت مستأجر؟ معك بيت ملك؟ كيف تتدبر أمورك في الأشهر الذي لا يتم فيها دفع المرتبات؟ هل تقوم بالالتزام بالذهاب إلى المدرسة والتعليم حتى إن لم يتم دفع لك الراتب؟ طبعا أنا أواجه الآن ضغوط، أواجه ضغط من المدرسة وأواجه ضغط من أسرتي. نعم. لأن إذا سأواجه ضغوط بحرف الاس الكامل من الوظيفه، واواجه من الاسره ممن اعود يطالبوني بمطالب البيت ومصاريف وايجار بيت وكذا. فانا اعاني معاناه، انا كمدرس اعاني معاناه كبيره، ان احنا خرجنا نشتغل بالشارع ونحن غير متعودين على هذا وغير مألوفين بالعمل البسيط، نشعر بالاهانه حينما يعني يرانا الطالب ونحن في جنتان بالارض تحت بسطه يعني نتحرك نبحث عن غير. وانا معلم، انا كشيء احترامي داخل الفصل حينما امام الطلاب يعني ابتعوا الشريط القات او ابتعوا الشريط البطاط او كذا، يعني ما عادش احترام للطلاب، يعني لا ينظر لك بنظره كمعلم كما قال زمان لقوم المعلم في التسجيل هذا المعلم ان يكون رسولا. اصبحوا المدرسين الان في حاله يعني يشعر بالاهانه، يشعر بالضعف، يشعر يعني اصبح بعض المدرسين قد فيهم حاله نفسيه وعقد كذا يكونوا يعني مجانين في الشوارع. الله المستعان، كان الله في العون. هذا الحد. استاذ احمد حمود. أيوة. شكرا جزيلا لك. اذا شكرا لك. معنا الان اتصال اخر من حجه، معنا الصحفي عبد الجليل. مرحبا بك عبد الجليل. مساء الخير.
السلام عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الكيس. مساء النور، كيف هو الوضع في حجة؟ طبعا في حجة هي سلسلة متسلسلة من المعاناة في كل ربع اليمن، تتحملها من كتم المجتمع الدولي وللأطراف الداخلية والخارجية بأن يدفع مرتبات الموظفين، وذلك بعد أن طالب بنبي البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، حيث مقام البنك المركزي بصنعاء وتوفر المرتبات بشكل منتظم ولم تنقطع إلا بعد أن غادر البنك بحفظ الله ورعايته إليهم إلى حكومة عدن، ولم يفوض ما وعدوا به المجتمع الدولي أو سواء الإسلام أو الأمم المتحدة التي التزموا بدفع المرتبات للمعلمين وكل موظفي الدولة. طبعا المعلم له دور كبير جدا، نحن نتحدث فقط عن المعلم كمعلم كموظف أحد موظفي الدولة، وبينما نتعلم نتحدث عن كل الموظفين والمتلاعبين أيضا، خاصة الذين ليس لديهم معيل إلا ما جلس به التقاعد. طبعا قطع كل هذا الكامل، وكما يقال في اليابان وفي كوريا انه لا تبيح على ظل المعلم. المعلم له دور كبير جدا في بناء الاوطان، لكن يبدو ان من التزم بدفع مرتبات الموظفين بشكل عام داخل الدوله متاخر عن ذلك، لا ندري لماذا، واعتقد انه السؤال يجب ان يوجه الى من بيده البنك المركزي من يتحكم بذلك في حكومه عدن. نعم. عبد الجليل، برايك اين المشكله وكيف يمكن حلها؟ المشكله تكمن في من لديه المال ويتحكم به، وحلها يقوم بدفع كل مرتبات موظفي الدوله في الشمال والشرق والغرب والجنوب وفق الاليه المتبعه. الاليه المتبعه كانت عندما كان البنك في صنعاء انه كانوا حكومه صنعاء تدفع مرتبات موظفي الدوله بالكامل ولم تتنصر على احد في الشمال او في الشرق او في الغرب، وهذا ليس مبررا لهم اطلاقا، وانما هو الحق يقال. الان حكومه صنعاء تكفلت بنصف راتب كل شهرين لموظفي الدوله بشكل عام، اين هي حكومه عدن التي التزمت في قراراتها وفي بياناتها للامم المتحده والعالم بانها تدفع مرتبات جميع موظفي الدوله عن بلدي في مركز صنعاء الى عدن؟ هذه المسؤوليه يتحملونها هم دون اي طرف اخر، لانهم هم من التزموا بذلك وهم من يجب عليهم ان يفوضوا. نعم، إذا عبد الجليل كنت معي من حجة، صحفي عبد الجليل، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام نذهب هذه المرة لاستطلاع أيضا تصريحات، ولكن هذه المرة من حضرموت ومن أبيان. صبت هذه الحكومة كل غضبها وكل سخطها على المعلم من يوم ما بدأت حرب الحوثي في 2015. معاناة شديدة من حيث أنه الراتب لا يكفي المعلم، العملة تدهورت، ظروف معيشية صعبة، أمور كثيرة، يعني أصبحنا يمكن تقول لنا الآن انتشار وباء كورونا، نحن قضينا في كورونا أصلا، محاصرين لا نستطيع أن نتحرك من محافظة من أبين إلى عدن بسبب قلة معاشاتنا. في 2015 كان راتب مثلا المعلم اللي هو 100,000 يوصل إلى 1300 سعودي، الآن نحن ما يوصل راتبنا إلى 300 ريال سعودي. مشكلة كبيرة جدا معانا، ومعاناة في جوانب أيضا فنية، في قيادات، في التربية، وأمور وفساد كبير جدا داخل هذه المحافظات. لكن وقوفنا لحنا في هذه الوقفة الاحتجاجية الذي هي الإضراب، تمام، هو للحصول على حق مكتسب شرعي من قبل قانون الخدمة المدنية. توقف مرتباتنا إلا ما فتحت مرتباتنا، قسينا سنتين وحنا بدون معاشات، إلا ما تم الصرف لنا في الشرعية من عدن، تم الصرف لنا في 2017 بعد توقف مرتباتنا، اعطونا على مراحل، يعطونا اربع اشهر وننتظر فتره بعدين يعطونا شهرين بعد شهرين. والله معاناه كثيره جدا المعلم يعاني منها، ومنها اولا الراتب لا يكفي، وطبعا انهيار الريال اليمني والعمله اثر كثير، فالمعلم فقد من راتبه بسبب هذا الانهيار تقريبا ثلثي راتبه. علاوة على ذلك هناك كثير من الحقوق طبعا مسلوبة. المعلم هو أساس العملية التربوية وهو محور التعليم، فإذا صلح
صلح التعليم، وإذا صلح التعليم صلح المجتمع. ولكن المعلم معاناته من أشد المعاناة. أولا المدارس، التأثيث، المباني، التهيئة، الكهرباء، الإنارة، الجو الذي يطلبه المعلم لأداء مهمته ورسالته ينقصه كثير من الإنجازات التي ينتظرها التعليم والمدارس بدلا من أن تنتظرها الملاعب. حقيقة يعني نحن كمعلمين نعاني من أشياء كثيرة، يعني من هذه الأشياء التي نعاني منها يعني خلال السنوات الماضية هي يعني يمكن نقول يعني قبل ما نتكلم. إذن مشاهدينا الكرام، وأيضا قمنا بطرح الموضوع على صفحة الفيسبوك ونستعرض لكم آراء الناس وتفاعلهم مع هذا موضوع حلقة اليوم. نبدأ باستعراض أبرز هذه التعليقات. أول تعليق من أم وئام. أم وئام تقول: المعلمون في صنعاء بالذات يعانون الأمرين، وعادهم كمان يعانون من تهديدات كثيرة، منها إن المتطوعين من الحوثيون أنفسهم من أخذ درجاتنا الوظيفية، وهم يدرسون أطفالنا في صنعاء وهم غير خريجي أي معهد علمي أو جامعي. المهم غرس الصرخة وتعليمهم المنهجي وغيرهم من المدرسين مرتزقة، أي يصفون بأننا غير فاهمين للشريعة الإسلامية وهم من أكثر فاهمين منا. وشكرا لطرحكم بمثل هذه الموضوعات التي تهم مصلحة طلابنا في صنعاء بالذات. إذن تطرقت أم أم أيضا لإشكالية أخرى، وهي أخذ الدرجات الوظيفية من المدرسين ومنحها لأشخاص تابعين للميليشيا لكي يقوموا بتعليم مناهجهم الخاصة. تعليق آخر من رياض القدسي يقول: الموضوع مهم، ويشهد الله كم يعاني المعلم وخاصة في المناطق التي لم يتم صرف مرتباتهم. المعلم يجوع ويطرد من منزله نتيجة عدم صرف مرتبه، ورغم ذلك يتم إلزامه بالدوام وبالتهديد وهو لا يملك قيمة المواصلات. تعليق آخر: تعليق آخر من زايد سلطان يقول: زايد، سلسلة من المعاناة بدءا من مصادرة مهامنا كموظفين، ومن ثم محاولة إجبارنا على حضور دورات ثقافية، ثم قطع المرتب وربطه بحضور الدورات. لقد اتخذنا قرار الغربة رغم أنه أيضا خيار مر، لكنه في الواقع الحال أفضل من الموت في سبيل اللا شيء. تعليق أخير مشاهدينا الكرام من أديب الزمر يقول: أديب، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف أو أحل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. المعلم اليمني دائما في معاناة من قديم الزمان، لكن الآن زادت معاناة المدرسين أكثر وأكثر بسبب الحروب الحاصلة. متى سيعيش المعلم في بلاد معزز مكرم كالدول الأخرى؟ ليس المعلم فقط يا أديب، وإنما أيضا المواطن اليمني، متى سيعيش بكرامة؟ إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر كل من كان ضيف معي في هذه الحلقة، وأشكر أيضا زميلي معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. نتمنى أن تكونوا بألف خير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.